رحم مستشفى القبة بمهنئ البيك باشا جمال عبد الناصر نائب رئيس الوزراء على إبلاله من مرضه، وكان أول المهنئين الساق كمال الدين حسين، ثم حضر اللواء عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة. وقف البيك باشا جمال عبد الناصر بحجرات المرضى محييا إياهم، وفي موجة من الفرح والسرور غادر نائب رئيس الوزراء المستشفى مودعا من الدكتور مظهر عاشور واللواء محمد عجرمة، شاكرا لهما عنايتهما به أثناء مرضه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.